التقدم الاشتراكية كيعقد اليوم مؤتمره الوطني 11، وهي مناسبة سياسية كبيرة بالنسبة لوطننا ولحزبنا، لأننا من خلال ذلك ونحن نعقد هذا المؤتمر تحت شعار البديل الديمقراطي التقدمي، هي مناسبة لنقف على الأوضاع في بلادنا سواء منها الوطنية أو الديمقراطية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، لكن أساسا أن نجد كيف يمكن بلورة هذا البديل الديمقراطي التقدمي على أرض الواقع، دفاعا عن قضايا شعبنا، دفاعا عن الوضعية أو لا درءا لهذه الوضعية الاجتماعية اللي فئات واسعة كتكتوي منها الغلاء المعيشة، التهديدات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وبالطبع نحن في حاجة إلى حزب قوي، والمؤتمر هو محطة من أجل مراجعة الذات لنكون في الموعد مع انتظارات شعبنا. تلو اليوم إلى محطة المؤتمر الوطني 11 للحزب، محطة مهمة في مسار حزبنا الذي نستعد للاحتفال بذكره 80 العام المقبل. المؤتمر ينعقد في سياق وطني دولي يعني معقد، مطبوع بالأزمة على صعيد عالمي، مطبوع بصعوبة الأوضاع على صعيد وطني. نقدم من خلال هذا المؤتمر عرض سياسي متميز هو البديل الديمقراطي التقدمي الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، بديل على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى البيئي، بديل يسعى إلى الاستجابة إلى الانتظارات الأساسية للمواطنات والمواطنين، إلى مواصلة بلورة المشروع التقدمي الحداثي الذي ينشده حزبنا. طبعا سنعمل كذلك في مستوى ثاني خلال هذا المؤتمر على تجديد هياكل الحزب وبلورة أساليب جديدة ومقاربات جديدة من خلال تقييم التجربة السابقة، ونسعى من خلال ذلك أيضا أن نساهم بقسطنا بكل تواضع في أن نقلص من هذه الهوة الموجودة اليوم بين المواطنات والمواطنين والعمل السياسي والحزب. نشأت بيناتنا علاقة ديال الثقة، ديال الوفاء وديال الصداقة التي تكاد تصل إلى الأخوة، وهذاك الشيء باقي الحمد لله إلى حد الآن. المجالات الأخرى نتفق في جزء كبير جدا، ونختلف في بعض القضايا التي لها يعني صلة بمرجعياتنا الفكرية، ولكن هذا لا يفسد للود قضية. ولو كانت تكون العلاقات ديال الأحزاب السياسية كلها من جنس العلاقات اللي بين العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكي، واللي كيتعجبوا فيها الناس اللي كيعرفوها في العالم بما في ذلك في العالم العربي، تيقولوا كيفاش هذا الحزب عنده مرجعية إسلامية وكتربطوا هذه العلاقات مع حزب اللي هو في الأصل هو الحزب الشيوعي المغربي، ولكن اللي كيعرف المغاربة على حقيقتهم غيجي هذا الشيء عادي وطبيعي. المغاربة في النهاية خوت، أسرة واحدة والأب ديالهم وجلالة الملك. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.